أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم باي تورتش فريم ورك المعنية بالذكاء الصناعي والتعلم الآلي Artificial Intelligence and Machine Learning. نكمل معكم ما قمنا بناه في الدرس الماضي. استعلمنا وقمنا بتدريب هذا الموديو استخدام هذا التابع تريننج نسبة لهذه الأكواد. وفعليا الموديو يحتوي على هذه البنية. وقمنا بتمرير الداتا باستخدام تابع فور ورك بهذا الشكل. والآن إذا أردنا القيام بالاختبار بعد أن قمنا هنا بالإنشاء والتدريب لا مشكلة. فمثلا سوف نقول على سبيل المثال قم بالتعامل مع هذه التست هكذا وذلك نسبة إلى X و Y. قم بطباعة ال X مثلا نراها تنسى. قم بطباعة ال Y بهذا الشكل. فالخطوة الأولى أن أقول هنا قم بجلب Result وذلك من موجو على هذه ال X. فهنا إذا قلنا الاطلاع على هذه Result هكذا نراها بهذا الشكل. لأجل القيام بالمقارنة يجب علينا القيام بتوحيد الأنماط الخاصة بالResult وبالواي. والقيام بذلك فهنا سوف أقوم بتحويلها إلى نمبي، لكن هناك إشكالية يجب أن أقوم بالفصل واستخدام ما يسمى detach. لنرى نرى كيف لدينا إشكالية على التنسر. لذلك سوف نقوم هنا باستخدام هذا التعبير tensor detach نمبي. تمام، فهي تعمل دون إشكالية. هذه الخطوة التالية، من ثم سوف أقوم بتحويل هذه إلى صيغة مناسبة وموافقة لصيغة ال Y. فدعنا أقوم بجعل هذه مثلا Resolve مرة ثانية هكذا. وهنا إذا قلنا طباعة ال Y فنرى كيف هي مكونة من أصفار واحدة. أيضا بطريقة مشابهة سوف أقول هنا Numbi، أعتقد هي تعمل هكذا لا إشكالية. حتى بأن قلنا Detach فلا مشكلة. تمام، بهذا الشكل. من ثم سوف أقول مثلا قم هنا بجعل هذه الصيغة الخاصة بالريزولت موحدة إما أصفار أو واحدة لكي أستطيع القيام بالمقارنة مع الواي. فهنا هذه الريزولت أستطيع القيام بتحويلها باستخدام تابع راوند. فنقول هنا راوند هكذا بهذا الشكل إما أصفار وإما واحدة. طبعا هنا بما أن القيام أصغر من 0.5 فقام بتحويلها إلى أصفار بهذا الشكل. تمام، فهنا إذا قلنا قم بتحويل هذه الريزولت لراوند هكذا فلا إشكالية. ومن ثم نستطيع القيام بالمقارنة باستخدام ما يسمى accuracy score. فهنا سوف نقول مثلا من sklearn matrices أعتقد هكذا import the accuracy score بهذا الشكل. من ثم سوف نقول هنا قم بالمقارنة وطباعة النتيجة الخاصة بين الريزولت وبين الواي الفعلية. لنرى، فقلنا بطباعة هذه النتيجة الضئيلة. فدعوني أقول على سبيل المثال round هكذا وذلك مثلا خانتان بعد الصفر هكذا. وهنا نقوم بضربها بمئة ونقول مثلا 100% بهذا الشكل. تمام، ومثلا سوف نقول the accuracy string. تمام، فهنا من أجل القيام بالتحسين على هذه النتيجة علينا القيام بالتعديل على تابع التريننج. فهنا فعليا نقوم بالتريننج مرة واحدة على هذه الداتا. لذلك هنا إذا أردنا القيام بإضافة إيبوكس فسوف نقول مثلا for إيبوكس مثلا ضمن range دعني أقول 75 وجميع هذه التعليمات ضمنها. لنرى لنقوم بالتدريب. فقمنا الآن بالتدريب 75 مرة. لنرى النتائج، نراها 87. إذا بهذه الطريقة أستطيع القيام بالتحسين وأستطيع القيام بجلب النتائج بشكل أفضل. وسوف نرى في الدرس القادم كيف أستطيع القيام بالتنبؤ والبريدكشن وذلك على العينات بشكل مباشر وأقوم بطباعة النتائج والكلاسات الخاصة بها إما good وإما bad. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.